لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو، اللي بنقول له الف مبروك على النتائج. ما شاء الله في طفره كبيره جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي خلال المباريات السابقه ومنذ كمان يعني خاصه في هذا الموسم. تحياتي ليك يا كابتن خالد والف مليون مبروك. اهلا بيك يا كابتن اسامه وربنا يخليك، وشكرا جدا على المقدمه المحترمه دي، والحمد لله المجهود كان من الاجهزه الفنيه واللاعبين الفتره اللي فاتت، الحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس يعني الحمد لله. ما شاء الله في طفره كبيره السنه دي على مستوى النتائج، مستوى ترتيب كمان فرق القطاع، ما شاء الله متصدرين معظم البطولات خاصة بطولة الجمهورية البطولة الأقوى، لكن البطولة الخاصة السنة دي ما شاء الله الأهلي بيفوز على الزمالك في كل المباريات وفي كل البطولات 6 من 6 زي ما بيقولوا. الحمد لله طبعا كرم من ربنا وقدرنا ان احنا كان عندنا طبعا 6 مباريات مع نادي الزمالك لغايه دلوقتي، الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب ال6 مباريات. كان عندنا 4 مباريات داخل النادي، وعندنا مباراه كانت كليه الزراعه ومباراه كانت في نادي الزمالك، والحمد لله قدرنا نكسب ال6 مباريات. وده برضو زي ما بقول لحضرتك ان بشكر الاجهزه الفنيه طبعا وبشكر اللاعبين على المجهود اللي اتعمل في الفتره اللي فاتت. احنا بادئين الموسم كان بدري جدا شهر 6، والناس الولاد تعبوا جدا، اتحط قطع الريد بشكل محترم، والحمد لله احنا ماشيين زي ما انت قلت في كل البطولات، احنا بننافس موجودين بقوه وبننافس على كل البطولات، والحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس. دايما السؤال التقليدي يا كابتن خالد، وهقول واحنا في قناه الاهلي، الناس بتقول فين النهارده قطاع الناشئين من التصعيد؟ لما الناس تشوف النهارده واحد زي رافت خليل في المباراه السابقه رغم تعادل النادي الاهلي لكن بياخد وموجود، واحد من المواهب اللي جايه في الطريق، منتخب الشباب منذ قليل وانا بكلم الاستاذ حاتم رضا المنسق الاعلامي منتخب الشباب، النهارده بتتكلم عن 6 موجودين من النادي الاهلي في منتخب الشباب اللي هيلعب كاس الامم الافريقيه في شهر فبراير. شفنا محمد اشرف الباك ليفت الفتره السابقه مع غياب علي معلول وهو بيشارك، النهارده عندنا مصطفى شوبير، عندنا يعني مصطفى مخلوف، عندنا لعيبه كتير طالع من قطاع الناشئين، احمد نبيل كوكا. برضو يعني كلمنا عن النقطه دي يا كابتن خالد. بص يا كابتن اسامه، طبعا يعني عشان يعني نبقى الامور واضحه، يعني موضوع ان انت تصعيد الناشئين واللعيبه تبقى بتاخد مع الفريق الاول، النادي الاهلي بيلعب بطولات كبيره واسم من اسم كبير جدا، عشان تطلع لعيب ناشئين لازم ياخد حاجات كتيره قوي عشان يقدر ان هو يظهر بالصوره اللي بيقاسها النادي، انما احنا في الفتره الاخيره دايسين بشكل كويس جدا، وانت شفت مجموعه لعيبه كبيره كتيره جدا موجوده، شفنا كوكا ماشي كويس، شفنا مغربي لعب في الموسم اللي فات قبل ما يروح يحترف ورجع تاني، شفنا اشرف، شفنا رافت خليل، انت عندك مجموعه كبيره من الناشئين موجودين في الفريق الاول، شفنا احمد عبد القادر بيشارك بصفه محمد عبد المنعم قبلهم محمد عبد المنعم، فانت عندك عدد كبير يعني عدد مش صغير موجود في الفريق الاول، وان شاء الله في الفتره الجايه كمان هشوف لعيبه ثانيه. تجهيز لعيب للتشكيل ده التشكيل عشان يلعب مع الفريق الاول ده بياخد وقت وبياخد تحضيرات وبياخد تجهيزات كبيره جدا، وبعدين انت يعني اسف الفرصه جوه النادي الاهلي مختلفه غير الانديه الثانيه طبعا لا، واهداف النادي الاهلي كمان مختلفه، لما الناشئ يطلع في الظروف اجواء لازم يتحط في اجواء تساعده عكس اي نادي تاني بينافس على البقاء فقط في الدوري، فمشاركه اللاعبين عادي تبقى الامور عاديه. الموضوع سهل جدا طبعا، الموضوع سهل جدا ان اي واحد يلعب في اي فرقه ثانيه، طبعا احترامنا لكل الفرق، بس انت مشاركه سهله معلوش ضغوط، ما يعني ممكن يلعب والدنيا تبقى سهله بالنسبه له، مع اخطائه مش واضحه، بياخد الفتره بتاعته زي ما هو عايز. اللعيبه اللي موجودين برده ممكن في الفريق الاول ما عندهمش، انت عندك لعيبه في الفريق الاول لعيبه دوليه يعني انت بتتكلم على لعيبه، عشان لسه اللعيب يطلع ياخد مكان علي معلول الموضوع مش سهل طبعا، لازم الفرصه تبقى بصعوبه شويه، يطلع عشان ياخد مكان الو ديانج برضه موضوع مش سهل يعني طبعا. فانت بتتكلم على سواء حتى لعيبه الفريق الاول هي كلهم هي لعيبه دوليه، فعشان لعيب يطلع ياخد، فطبعا يا زي ما بيقولوا بينحت في الصخر،
ازاي الفرص اللي بياخدها في اي فرقه تانية الدنيا بتبقى بالنسبه له سهله، بيطلع يلعب حقيقة. مفيش اي ضغط، مفيش اي حتى جماهير ما بتحاسبش. يعني انت بتتكلم انت دلوقتي رأفت خليل. رأفت خليل بياخد في المباراه في فتره صغيره، الناس كلها بتتكلم عليه، مصر كلها بتتكلم وبتقيم مع من اول تجربه ليه مع الفريق الاول، هو بتقيم لعيب كويس ناقصه كذا يعني. فانت الضغط على اللعيبه تحت الانظار دايما. مش طبعا انت كمان عندك لعيبه بتجهزها وبترجعها تاني للصوره زي شادي رضوان، خرج اعاره سنتين الامور ما كانتش ماشيه، رجع معانا دلوقتي ان شاء الله شادي هشوفه كمان في الفتره القريبه ماشي بشكل كويس جدا، كويس. ياخد نقاط كتير، فدي حاجات بالنسبه لنا مهمه جدا. فخري ان شاء الله انت شايفه مع الفريق الاول في يعني في تواصل دايم يا كابتن خالد ما بينك وبين الفريق الاول. طب وشايف كمان تجربة كولر انه يحضر المباريات في مدينة نصر في الملعب ويبقى متواجد بنفسه، شايف التجربة دي ازاي؟ طبعا دي حاجه كويسه جدا. هو اتفرج على معظم الفرق، بقى عنده دلوقتي ادراك كل اللعيبه اللي موجوده في قطاع الناشئين، اتفرج عليهم من ان لاخر، في مجموعه بتطلع للفريق الاول بتاخد تمارين مع الفريق الاول، بتاخد مباريات وديه مع الفريق الاول، كل ده تجهيز عشان هو يبقى شايف كل الولاد تمام. وكل واحد يبقى محتاج. وقعدنا طبعا كذا اجتماع من المدير الفني طبعا لقطاع الناشئين مايكل واتكلم مع بعض ايه اللي محتاجه ايه اللي ناقص، فالموضوع بيترتب بشكل كويس جدا. انا عايز الناس يعني احنا ماشيين بشكل كويس. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا خايف انا بس يا جماعه لو سمحتوا في الاعداد انا عايزه كابتن خالد بيبو بيتكلم، يا ريت لو نقدر نعرض جداول ترتيب البطولات كلها معانا. طيب اعرضه جهزوا لنا كده من بدايه 2001 عشان وكابتن خالد بيبو معانا على الهوا، عايز اعرض والناس تشاركنا وتشوف قطاع الناشئين وهو متصدر في جميع البطولات او في معظم البطولات الجمهوريه. اتفضل يا كابتن خالد. فزي ما بقول لحضرتك كده احنا بنبقى عندنا اتفضل يا كابتن. احنا بيبقى عندنا طبعا الترتيبات مع الفريق الاول، هي ترتيبات يعني بيبقى محطوط بلان واحنا بنشتغل على البلان ده. ولما بيجي فرصه زي ما شفنا رأفت ده 2004 فداخل، فاحنا المجموعه اللي داخله في الفتره الجايه دي هتلاقي اسماء كتير. شفنا ميدو نبيل السنه اللي فاتت خد مباريات كتير، فاحنا في مجموعه كتيره من قطاع الناشئين هنشوفها بتشارك بشكل كويس في الفتره الجايه. النقطة الثانية الدعم ده الدائم دايما لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب وتوفير الإمكانيات لقطاع الناشئين يا كابتن خالد. طبعا يعني فكرة إن في وأنت دعم بتتكلم معانا دلوقتي يا كابتن خالد أنت معانا على الهوا، إحنا عارضين دلوقتي جدول ترتيب دوري الجمهورية 2003 والنادي الأهلي متصدر دوري الجمهورية. اتفضل يا كابتن. يعني هخرج طبعا أقول لك نقطة كده، أنت بتتفرج على الجدول اللي انت بتعرضه هتلاقي ان انت يعني انت بتنافس كل القطاعات. يعني انت يعني هتلاقي ما في كل بطوله قطاع لوحده بينافسك على بطوله، انما انت ما بتنافسش مثلا قطاع كامل في خمس ست بطولات، لا انت كل بطوله هتلاقي اللي بينافسك قطاع مختلف. فدي برضه انت عارف بتاخد مجهود. معانا دلوقتي وانت بتتكلم 2005 والنادي الاهلي متصدر البطوله بفارق 8 نقاط عن الاتحاد السكندري الثاني. صحيح. اتفضل يا كابتن. زي ما بنقول يا كابتن سامح، احنا عندنا مجموعه مميزه من اللاعبين ان شاء الله يعني هيبقى ليهم فرصه كبيره في الفتره الجايه دي، وان شاء الله يعني هتسمعوا اسماء كتيره قوي عن قطاع الناشئين ان شاء الله. قول لي بقى توفير الامكانيات والدعم اللي دائم. انا بقول لك لجنه التخطيط طبعا وكابتن محمود الخطيب ومشرف عام الكوره، يعني كل القطاعات الكوره هي داعمه لقطاع ناشئين، لان قطاع ناشئين هو المكان اللي بتاسس فيه اللعيبه بشكل كويس جدا. احنا كمان السنه دي يعني قدرنا ان احنا نجيب لعيبه مميزه، طبعا الناس كلها يعني ايه ما شافت الموضوع من بره بس. احنا بنشوف الموضوع ان انت بتجيب لعيبه مميزين للقطاع في سن صغير تقدر ان هو ياخد شغل النادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي يستفيد منه بعد كده. بتتكلم على كريم الدريس، بتتكلم على رزدان زعلوك لعيبه من انا هاجي لك، بتتكلم على اثنين لعيبه هم مصنفين بيلعبوا
منتخب الشباب وبيلعبوا في المنتخب الاولمبي ولعيبه مميزين جدا. لما هتشوفهم كمان مع في الاول هتشوف حاجه كويسه جدا. اتكلم على بقى زلنا من تحت شويه، اتكلم على زعلوك راس حربه مميز جدا، طوله 188 سم، هداف دوري الناشئين، لعيب هيبقى من اللعيبه اللي ليهم باع كتير جدا كبير جدا في الكوره المصريه. في كمان لعيب 2008 حاجه يعني مانو، صح مانو مانو، يعني بتتكلم على ارقامه. طيب وانت بتتكلم برضو جبت سيره عارضين دلوقتي ترتيب دوري الجمهوريه 2007، الاهلي في الصداره متساوي مع انبي. صحيح. هاتوا لنا كمان 2008 يا جماعه لو عندكم موجود، طب هاتوا لنا. فانت بتتكلم على ان مانو لعيب صغير يا كابتن خالد. لحظه بس، انا بس بعرض عشان النهارده بالارقام، النادي الاهلي في دوري مواليد 2008 ايضا دوري الجمهوريه في الصداره بفارق 4 نقاط عن انبي في المركز الثاني. فارق 4 نقاط، الاهلي 29 انبي 25 والزمالك في المركز الثالث 25 نقطه. اتفضل يا كابتن. فانت بتتكلم على مانو لعيب هيبقى مفاجاه. يعني لعيب مميز جدا 2008، لعيب محترم، يعني اتفرجوا عليه. ده مفاجاه بنجهزها وهتاخد وقتها وهتاخد يعني. طبعا انا مش عايز، طبعا انا بتكلم عن اللعيبه اللي جت السنه دي. طبعا في القطاع في لعيبه ثانيه كمان محترمه جدا جدا عزيز. جدا اسماء كتير. يعني انا عندي اسم كده شوف انا بقوله لك ان شاء الله بعد كام سنه كده هنتكلم عليه. تاحه محمد عبد الفتاح تاحه مهاجم 2007، صح كده؟ لا احنا دايما هنا بنسلط الضوء عليه وبنقول ده مهاجم منتخب مصر ان شاء الله في المستقبل، مش النادي الاهلي بس، ده مستقبل مصر كلها. يعني لعيب عنده امكانيات واعده بشكل كبير جدا. طبعا انا مش عايز انسى اسماء او اقول لك اسماء عن اسماء، انا بس كده بتكلم معاك اطمن بس الجمهور، انما في اسماء كتير جدا. 2003 فرقه محترمه جدا جدا، فيها لعيبه مميزه ان شاء الله هتشوفوها. 2005 فرقه مميزه جدا. اتكلم على بقى 2006 كان في 9 في منتخب مصر. اتكلم على 2007 زي ما بنتكلم، 2008 لا عندنا لعيبه كتير جدا جدا، وان شاء الله هيبقوا يعني لفترات طويله في اماكن كتيره ان شاء الله مش هتحتاج ان انت يعني تدور بره النادي يعني. بس كل الله. الكلام ده لازم الناس تبقى عارفه ان ده بياخد وقت طبعا. انت والفرصه جوه النادي الاهلي واللعب جوه النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني. الفرصه طبعا دي حاجه لازم تبقى يعني طبعا معروفه يعني. فرصه لعيب جوه النادي الاهلي هتبقى مش سهله ان هو ياخد وسط العمالقه بتاعت النادي الاهلي. بتتكلم على فرقه النادي الاهلي. حقيقة. الناس لازم تبقى فاهمه ان النادي الاهلي ده عشان تبقى يعني تاخد فرصه جوه النادي الامور مش سهله، صعبه جدا. الحاجه الثانيه لازم المهم للناس تبقى فاهمه تجهيز لاعب ان هو يلعب ده موضوع مش سهل، موضوع كبير جدا وبيحتاج وقت طويل ومحتاج ان انت تشتغل عليه حاجات كتيره جدا عشان يقدر ان هو يبقى شغال مع الفريق. بنشكرك يا كابتن خالد، شكرا جزيلا وكل التوفيق، وبنشكر كل العاملين والمدربين والاداريين اللي بيعملوا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي.